قال مجدلاني إن الأمين العام شي جين بينغ أوضح في خطابه العلاقة بين الصين والمجتمع الدولي، أي أن الحزب الشيوعي الصيني يقود الشعب الصيني إلى التمسك بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ومعارضة الهيمنة وسياسات القوة، بينما يسير الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني إلى الأمام مرفوعي الرأس على الطريق التي اختاراها، وسيحققان بحزم مصير تنمية الصين وتقدمها بأيديهما. ما لفت الانتباه في خطاب الرفيق شين جين بين ليون أمين العام للحزب الشيوعي الصيني هو إصراره على بناء علاقات سياسية دولية جديدة قائمة على الإنصاف وعلى العيش المشترك ما بين كل الشعوب وتحقيق المنفعة المشتركة للجميع. تأكيده على أن العهد الذي كان يجري فيه التنمر على الصين ومحاولات فرض الهيمنة على الصين وعلى العالم قد انتهى، وهذا بالنسبة لنا يعني أن نظاما دوليا جديدا قد بدأ يتشكل. أضاف مجلاني أن الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقدمت مبادرة الحزام والطريق الصينية أفكارا جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والوضع المربح للجانبين لشعوب جميع البلدان، كما رسمت آفاقا جديدة لبناء نظام جديد للعلاقات الدولية. مبادرة الحزام والطريق البري والبحري كان لها أثر كبير على العيش المشترك ما بين الشعوب والتنمية المشتركة ما بين الشعوب. أنا أعتقد هذه المبادرة فتحت آفاق مهمة أمام التعاون المشترك ما بين البلدان والشعوب على قاعدة المنفعة المتبادلة والربح المتبادل ما بين كل دول العالم، وهي مبادرة تقوم على أساس المنفعة وليس على أساس الاستغلال لطاقات وثروات الشعوب، وهي ترسم نهج جديد في العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية. الصين كقوة اقتصادية عالمية كبرى الآن تدفع بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية المستدامة، مما يعود بالنفع المشترك والمتبادل ما بين كل شعوب العالم.